سلام الله عليكم جميعا ومرحبا بكم وشكرا لكم ومبروك علينا وعلى كل من يحبنا ويحترمنا ويحب لنا الخير. احنا لابسين الحمر كتكثر الحمر الاخضر يعني احتفل الحمد لله، وكان دائما يقين على ان هاد الوليدات ما غيحشموناش. السؤال شنو هي الاسباب والمسببات اللي وصلتنا لهذا المستوى المحترم ونحمد الله تعالى عليه. اول شيء، احنا ناس مؤمنون عقديون كنعرفوا بان هناك شيء اسمه التوفيق الالهي، الله سبحانه وتعالى وفقنا ووفق هذه الوليدات. وايضا نحن ايضا مسلمون مؤمنون عقديون نعلم ايضا ونؤمن ان الانسان يسبب والله سبحانه وتعالى يعين. كنقولوا احنا الديجه المغربيه سبب عبدي وانا نعينك، يعني ان الله سبحانه وتعالى يكافئ المجتهدين، لان يعني ان الانسان يسبب الاسباب والله سبحانه وتعالى هو الذي يرزق، هو الذي يوفق، هو الذي يهدي الى الخير. اذن ما وصلنا اليه الحمد لله، ونحن الان تاهلنا، وليداتنا تاهلوا ضوء الربع كأول فريق عربي ورابع فريق إفريقي منتخب إفريقي، وتأهلنا والحمد لله بواحد البالماريس رائع، يعني في ربعة ديال المقابلات مع منتخبات كبيرة اللي هي كرواتيا، بلجيكا، كندا وإسبانيا، وتمركت عندنا وتسجلنا إصابة واحدة وهي بنيران صديقة، خطأ ديال المقاتل السي مشكورا نايف أبرد. المهم احنا في الدور الثاني ان شاء الله، في الدور الربع ان شاء الله غادي نقابلوا المنتخب البرتغالي، لنا معه تاريخ ولنا معه طأر ديال 2018. المهم قلت لأن ما وصلنا إليه توفيق إلهي، لأننا ناس مؤمنين، لكن أمن بأن لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، الله سبحانه وتعالى هو الموفق ونحن والمنتخب نجتهد. الاجتهاد بعد التوفيق الإلهي هو اللي جاب هذه النتائج. ثم كاين واحد المسائل أخرى، باش من لا يشكر الناس لا يشكر الله. حتى الجو الذي يلعب فيه المونديال اللي هو قطر يساعد ويشجع على الابداع، ان الشباب لعبوا بحال اللاعبين في الدار البيضاء ولا في مراكش ولا في الرباط ولا في طنجه، يعني ان الجو كان جوا مغربيا بحضور ذلك الجمهور، وتحل المشكل ديال التذاكر، وحتى الجمهور العربي الحاضر في قطر وفي الملعب كان معنا، يعني ان كانت هناك ملايين ديال الدعوات كانت معنا، لأن في واحد اللحظة كنا نمثل العرب والمسلمين ونمثل حتى كل المستضعفين، باش تحيد ديك الهيمنة ديال دول أوروبا وأمريكا اللاتينية على النتائج في كرة القدم. ولكن كاين واحد المسألة مهمة يجب أن نقف عندها، لأن ما يجري الان في مونديال قطر في واحد المجموعه ديال الدول خصنا نستافدوا منها، خصنا نعرفوا كيف ولماذا، كيف وقع ذلك ولماذا وقع ذلك، كيفاش وصلنا لهذا المستوى وعندنا فريق بهذا المستوى. لاننا تخلصنا من واحد القضيه راكم كتعرفوها كلكم، هو القوله المغربيه ديال الخيل واقفه والحمير كتحرك، هذه اللي كانت خارجه علينا دائما وباقا حتى دابا خارجه علينا في جميع القطاعات في كرة القدم. وهذه ليست مجاملة لأحد، هذا الواقع والواقع لا يعلى عليه، الواقع يعلو ولا يعلى عليه، الواقع هو أن هناك عمل ما، هذه ليست مجاملة. وهذه النتائج بدات كتبان من بعد ما تكلف
أو السي فوزي القجع بالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم. واللي بغى يقول كلام من غير هذا ما ينافقش هذا الواقع، لأن النتائج كتبان، النتائج تظهر في العمل، لأن المسؤولية ديال هذا الرجل والناس اللي معاه بدات كتبان النتائج ديالها. ونكونوا واقعين، لا يجب أن نبخس الناس أشياءهم، هذه الحقيقة، هذا الواقع. مني ولينا كنكلفوا كنكلفوا الإنسان ونضع الرجل المناسب في المكان المناسب بدات كتبان النتائج، وليس فقط كرة القدم 11-11 أو كرة القدم التقليدية. لكلكم كتذكروا ما وقع في كرة القدم داخل الصالة، والكلام اللي قالوا المدرب المحترم الإطار الوطني سي هشام دكيك، وقال على أنه كان كيجي للجامعة وكيبقى من تلست الأشياء وكيسمع في الكولوار واش هاد خينا مازال ما مشى بحالو وبكى، راه باش يبكيو الرجال، راه الإحساس بالظلم هو اللي كيخلي الرجال يبكيو. بكى في حضور رئيس الجامعة سي فوزي القجع وشكره على ما قدم هذا الرجل، وهانتوما شفتوا ما حققته كرة القدم داخل القاعة أو الفوتسا. إذن هناك عمل، هناك رجال يشتغلون. نفس الشيء بالنسبة للوليد الركراكي مع فوزي القجع والثقة اللي وضعها رئيس الجامعة والجامعة في وليد الركراكي، والطريقة اللي تخدمت بها الأمور، وحطينا الرجال في بلاصتهم. خصنا نبقاو نحطو الرجال في بلاصتهم، راه هاد الأرض، هاد الأرض اللي سميتها المملكة المغربية عامرة بالرجال. الرجال ماشي مفهوم الذكور، لا، الرجال بمعنى الرجولة، بمعنى الوطنية، الناس اللي كيحبوا بلادهم، والناس اللي باغيين يعطيو لهاد البلاد، اللي كيموتوا على هاد البلاد. وشتو الشباب كيفاش كيتقاتلوا، هادو ناس فيهم اللي تولدوا عاشوا في أوروبا، ومحترفين عايشين البدخ، ما الله يزيدهم. جابوا اليوم مركبيهم، ورغم ذلك كيحطوا الناس مصابين ولاعبين. اذا هنا في كنحطوا الرجل المناسب في المكان المناسب، كتكون النتائج المبهره، النتائج بهذا الشكل. يجب ان نستفيد مما يجري الان في كره القدم، سواء كره القدم بشكل عام للجميع. ما يجري الان يجب ان يتم اسقاطه على واحد مجموعه ديال القطاعات التي للأسف كيتسلط عليها الرعاع والمرتزقة والمرتشين والتافهين. الفشلة اللي كاين في واحد المجموعة ديال القطاعات، لأن ما خصناش ننجحوا غير في كرة القدم. الإنسان المغربي، لأن الإنسان المغربي اللي يقدر ينجح في كرة القدم ويدخل دابا مع الثمانية الكبار اللي كاينين في العالم، راه قادر ينجح في مجموعة ديال القطاعات، في مجموعة ديال المجالات الأخرى لو أتيحت له الفرصة. خلي ولاد الناس، خلي ولاد العيالات يتحملوا المسؤولية، خلي ولاد المغربيات اللي راضعين الرجولة من مواتهم، خليهم يتحملوا المسؤولية ورجعوا له تفرجوا في البلاد فين غتوصل. إذا كنتوا كتبغوا البلاد أعطيو الفرص للرجال، وأنا حينما أقول الرجال لا أقول الرجال يعني الرجولة، وكاين النساء اللي كيتحملوا المسؤولية في هذه البلاد. لأن المغربي لا يتميز على المغربية، لأننا حنا راضعين بزولة واحدة. يجب أن نستفيد من كأس العالم، يجب أن نستفيد من هذه الصحوة اللي كتعرفها كرة القدم منذ الإسقاط. مسألة أخرى، أنتم أن من صنع الفرح؟ هذا الفرح شكون اللي صنعه؟ صنعه أبناء الفقراء. الفقراء وهذا الشاب، سواء هذو اللي عايشين في المغرب أو دوك اللي عايشين في أوروبا، لأن كلهم أبناء فقراء، أبناء عمال وحرفيين، يعني ماشي أن الفقراء في هذه البلاد هم الذين يصنعون التاريخ، هم الذين يصنعون الفرحة في هذه البلاد. واستطاعوا أنهم يخرجوا المغاربة، ماشي غير المغاربة، خرجوا العالم، خرجوا المغاربة والعرب والمسلمين والناس في الكرة الأرضية، خرجوا باش يفرحوا ويحتفلوا بالمغاربة. إذن هذا الشعب يستحق أن يعيش بكرامة، هذا الشعب يستحق
أي حاجة تقتلها الشاب اللي هي دياله راه يستحقها. العيش الكريم يستحقه المغربي، المغربي يستحق أن يعيش كريما. الله شوف، اللهم أنت الأفضل أن تكون مرود أسود أحسن من أن تكون راعي غنم، لأن مرود أسود يكون شخصا محترما لأنه استطاع أن يرود أسود، أما راعي الغنم فيبقى راعي الغنم إلى جدي بيكله النعيجات، أما أن تكون مرود أسود فإنك إنسان غير عادي. خليونا أسود، خليوا هذا الشعب كله أسود، وتعاملوا معنا على أننا أسود، ولا تخافوا الطباع. أقول لكم لا تخافوا الطباع، ورسالتي موجهة لمن يهمه الأمر، عاملون على أننا أسود، وتعاملوا معنا على أننا أسود، واحترمونا على أننا أسود، وكونوا على يقين أن الطباع لن تتجرأ عليكم، ولن تخافوا الطباع والذئاب والتعالي. أظن أن رسالتي واضحة. مرة أخرى هنيئا لنا جميعا، هنيئا للمنتخب المغربي، وتحية تقدير واحترام هؤلاء الرجال الذين استطاعوا أن يدخلوا الفرحة على هذا الشعب وعلى شعوب أخرى، لأن الفرح انتقل إلى فلسطين المحتلة في وسط الاحتلال والحصار وكل شيء. الفلسطيني يفرح إلى درجة البكاء، نفس الشيء بالنسبة للعراقي واليمني والسوري، كل هؤلاء العرب وكل واليمني، الناس في اليمن يبكون من الفرح، وفي مصر وفي كل الدول العربية الإسلامية الناس يبكون فرحا، دموع الفرح، وهذا شيء جميل. أظن أنني قد كفيت. سلام الله عليكم جميعا، محبتي واحترامي. من واجبنا شعبي العزيز إن نحن لاقينا الإسبان هناك أن نصافحهم ونقول لهم خرجوا خليونا محلنا.